يسأل السائل يقول: شخص لديه 50,000 ريال يأكل منها ويصرف على أولاده، وبعد مرور حول بقي عنده 25,000، هل عليه زكاة أم لا؟ وقال ليس له دخل شهري. نقول يا إخوان: الزكاة لها زكاة الأموال، زكاة النقدين، لها شرطان: بلوغ الحول وبلوغ النصاب. فإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان له دخل غيره أو ليس له دخل غيره. والنصاب إما أن يكون ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو ما يعادل 592 جراما من الفضة. بمعنى لو قلنا جرام الذهب 20 ريالا وجرام الفضة 10 ريالات، فإن بلغ المال عنده 5920 ريال وجبت فيه الزكاة، وليس شرطا أن تبلغ 11,600 ريال، لأن جرام الذهب 85 في 20 بكم؟ 850، و850 0 0 6 6 8 8 16 1 17، يعني 1000 وكم؟ 1700 مثلا، وعندنا هنا 5920، فإن بلغ 1700 وجبت فيه إيش؟ الزكاة. ما يعني متى بلغ النصاب الأقل وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. ولا يقول: ترى أنا لسه ما بلغت نصاب الفضة، لكن جيت بنصاب إيش؟ الذهب، وجبت الزكاة. عرفتم الآن؟ هذه نقطة مهمة، ربما كثير من يعني إخواننا وكذا يجهلونها، يظن أنه لابد أن يبلغ أحد النصاب، يعني إيش؟ لا، نقول ما بلغت النصاب وكان أقل وجبت فيه إيش؟